فوزي ابراهيم الفاشل من سويف. انا بحب اتكلم عن انجازات سياده الرئيس في الفتره اللي فاتت، يعني كلنا لمسناها طبعا، يمكن قبل سياده الرئيس ما يمسك كلنا كشعب وعامه الشعب لمسنا ازمات البوتاجاز، ازمات العيش، ازمات الطرق. لما كنا بننزل القاهره ما فيش دائري نمشي عليه، الحاجات دي كل ده اتعمل انجازات في عهد سياده الرئيس. انا كطبيب لمست كمان حاجه جميله جدا اللي هو مبادرات الرئيس في مجال الصحه زي فيروس سي. فيروس سي انا كنت بخاف افتح العيانه، خايف اتشك بابره او حاجه اصاب بفيروس سي، وفي دكاتره زملاء توفوا بفيروس سي. لما سياده الرئيس عمل التطعيم يعني مبادره شامله لفحص فيروس سي، دلوقتي احنا بنشتغل ومطمنين، اللي عنده فيروس سي معروف، اللي ما عندوش معروف، تمام. فبقى في اطمئنان تام واحنا شغالين في عملياتنا. كمان الانجازات اللي في مجال الطرق، مجال المواصلات، الغاز الطبيعي اللي دخل كل قريه وكل مركز دلوقتي، يعني بنلمس فعلا حاجات جميله جدا. ونتمنى لهم دوام التوفيق وربنا يديم رئاسته علينا، لان ده شخصيه محبوبه جدا ووقف معانا وضحى بمركزه وبحياته عشان ينقذ مصر، وربنا يوفقه يا رب.